مساء الخير عليكم يا شباب. في فيديو جديد، تحذير هام جدا. انا الفيديو اللي فات كنت شرحت الباور سبلاي دوه، والباور سبلاي ده 5 امبير. كنت حابب بس ادي ملحوظة لكل الناس اللي شغالة على الباور سبلاي ده في موضوع الموبايلات. طبعا يا جماعة، الباور سبلاي ده 5 امبير، لو دخلت 5 امبير على اي موبايل البوردة بتاعته هتتحرق. فكنت حابب ان انا اقول لكم ازاي تظبطوا الباور سبلاي ده تمام على 2 امبير بالكتير، عشان البورد بتاعته ما تتحرقش. طبعا دلوقتي هتقول لي والله انا عايز طب اظبط الامبير بتاعه تمام. طبعا الازرار بتاعت الامبير بالنسبة يعني اللي هو الامبير، عشان تقدر تظبطه لازم تعمل جفلة. الجفلة دي عن طريق اللي هم السلكين دول، بنلمسهم كده في بعض تمام. بتبدأ اللي هو اللمبة اللي هي بتاعت الجفلة دي بتظهر تمام، اللمبة الحمراء زي ما انتوا شايفين، وبيظهر اللي هو هنا المؤشر ده تمام. المؤشر ده هو اللي بيديك الامبير. يعني انا دلوقتي ظابطه، الله اكبر الله اكبر، ظبطه على كام؟ واحد و 97 من امبير، يعني على اساس ان هو ما يطير ليش اللي هي الموبايلات او اللي هي البوردة بتاعت الموبايل. وده طبعا بتيجي بتظبطه من هنا، بتبدأ اللي هي القفلة. طبعا انا هعمل قفلة دلوقتي بحيث ان انا هوصلهم في البعض تمام. وهبدأ هنا هو اظبط في واحد للجهد الكبير، اديكم زي ما انتوا شايفين اهو بيعلى معايا تمام. ده اللي هو لو انا عايز اعلي ده بظبط الاول ده تمام. ده خلاص ده الجهد الصغير، بص بينقص معايا بمقدار صغير. وده للجهد اللي هو الكبير لو انا عايز اوصله ل 5 امبير تمام. طبعا انا منصحش، طبعا 5 امبير دي بيبقى فيها حاجات تاني ممكن تتركب عليها الا الموبايلات. فالموبايلات اخرك بتظبطه على 2 امبير تمام. ده الجهد الصغير 2 امبير كده تمام. انا ظبطته على 2 امبير. وخلي بالكم يا جماعة، الملحوظة دي هامة جدا جدا جدا، عشان الملحوظة دي بتطير البوردات بتاعت الموبايل. شكرا لكم يا جماعة، وانتبهوا عشان ما تقعوش في الغلط وتطير معاكم اللي هي البورد بتاعت الموبايلات. السلام عليكم.